وصحبه وسلم على تمامك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب الخامس من الكتاب، 31، كتاب الأقضية. باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة، والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 78 بعد 500 و4000، قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. يرضى لكم يعني يأمر بكذا، يكره لكم يعني ينهى عن كذا. يبقى رضا الله لا يكون إلا بما يأمر به، وكراهية الله لا تكون إلا لما ينهى عنه. إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى أول واحدة في الثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أول واحدة. ثاني واحدة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وثالث واحدة ولا تفرقوا. وممكن تعدهم بطريقة تانية. يرضى لكم أن تعبدوه أول حاجة، وتاني حاجة ولا تشركوا به شيء، وتالت حاجة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني ممكن تعدهم الثلاثة بكيفيات مختلفة، فهمت؟ ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال يعني إيه؟ الكلام فيما لا يعني. طول النهار ما سمعتش فلان قال كذا، وانا سمعت ناس بيقولوا كذا، وشفته قلت له كذا فقال لي كذا. طول النهار كلام فيما لا طائل. يكره النبي هذا ويكره الله ذلك. لماذا؟ لانه يضيع الاوقات فيما لا طائل، ويجعلك تتكلم فيما لا يعنيك، ويؤدي بعد ذلك الى غيبة والى نميمة والى كراهية والى اساءة وسوء ظن، ويؤدي الى مفاسد لا حصر لها. فالله سبحانه وتعالى يكره قيل وقال وكثرة السؤال، يعني تسأل ما لا يعنيك ولا تهتم ان تسأل ما لا يعنيك. يعني تقابل واحد: ايه ده؟ ايه اللي في ايدك ده؟ جبته بكام؟ طب وتمنه ده جبته منين؟ مين اللي اداهولك؟ وانت متجوز ولا لا؟ ومراتك دي من اي بيت؟ وعيلتها فين؟ وبلدها ايه؟ وشكلها ايه؟ خلفت اولاد ولا لسه؟ طب وجبتهم وانواعهم ايه؟ ذكور ولا اناث؟ عندهم كام سنه؟ في اي مدرسه؟ مصاريف المدرسه كام؟ بيروحوا ازاي؟ ساكن فين؟ الجزمه دي بكام؟ كلت ايه امبارح؟ شوف، في ناس كده كل كلامها بهذه التفاصيل. كل ده اخلاق ليست اخلاق مسلمين. الاجمال، تجمل في الطلب وتحسن في العشره ولا تدخل فيما لا يعنيك، تبقى انسان محترم. وكثره السؤال واضاعه المال، انه يضيع ماله فيما لا طائل.
يشرب الدخان ولا ينفق على اولاده، ويشتري ملابس فاخره ولا يدخل اولاده المدارس ولا يعلمهم ولا يعالجهم ولا يحسن لزوجته. فعلى عليه ان هو لا يضيع المال بالاسراف في الحلال او بالنفقه في الحرام وهو التبذير. اضاعه المال تكون بالاسراف في النفقه في الحلال فوق الحاجه يبقى اسمه مسرف، او بالنفقه في الحرام ويسمى مبذر ولو انفق قليلا. فالمبذر هو الذي ينفق ماله في الحرام ولو كان قليلا، والمسرف هو الذي ينفق ماله في الحلال ولكن فوق الحاجه. وعن ابي قال: وحدثنا شيبان بن فروخ قال اخبرنا ابو عوانه عن سهيل بهذا الاسناد مثله، غير انه قال: ويسخط لكم ثلاثه. ويسخط زي بالضبط ينهى. ويسخط لكم ثلاثه ولم يذكروا ولا تفرقوا. وعن ابي قال: وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير عن منصور عن الشعبي عن وراد مولى المغيره بن شعبه عن المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله عز وجل حرم عليكم عقوق الأمهات، تبو الآباء يعني ايضا الاباء، لكن لماذا ذكر الامهات هنا؟ لان من كثرة حنان الام بابنها قد يجعله لا يحسن عشرتها اعتمادا على رحمتها به. فالام محتاجة مزيد رعاية، لان جانب الرحمة فيها قد يطمع ابنها الا يحسن اليه لانه عارف انها هتعفو عنه. لكن الاب لانه عنده جانب قوة فهو محتاج ان تحسن اليه، فان لم تحسن اليه من قوته ممكن يعاقبك، فربما تحسن لابيك خوفا من عقابه لا لمجرد البر به. فلذا لم يزد النبي صلى الله عليه وسلم في التوصية على بر الاباء كما زاد على التوصية على بر الامهات. قال: امك ثم امك ثم امك ثم ابك. والمطلوب انك انت تحسن للاثنين، لكن التوصية تدل على ان هناك جانب اضعف بسبب رحمته وشفقته وقوة محبته يجعل الانسان الغير السوي يطمع فيه فلا يعطي حقه. ولذا اختار الامهات بزيادة عناية ورعاية وليس اهمالا للاباء. حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات. ووأد البنات على عادة الجاهلية، لأنه يؤدي إلى قتل نفس بغير حق وكفر بالنعمة وإلى قطع رحم، لأن بنته دي من رحم ففيها جرائم كثيرة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومنع الوهات يعني تمنع ما وجب عليك إعطاه وتطلب ما لا يجوز لك طلبه. في وجوه النفقة فيها واجبة، فإن منعتها وقعت في قول النبي منعا، وإن طلبت غير حقك يبقى نهى النبي أن تقول هات، فلا تسأل غير حقك ولا تمنع الحقوق وإلا وقعت في الظلم. وعن أبي قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن منصور بهذا الاسناد مثله، غير انه قال: وحرم عليكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، ولم يقل ان الله حرم عليكم. وحرم لكم عليكم رسول الله يعني حرم الله، لان رسول الله مبلغ عن الله. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني
ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكتب إليه: أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. اختار حاجة تناسب الحكام، وده من فقه علماء الحديث. حاكم بعت له قال له بعت لي ايه، اكتب لي حديث لك اسناد فيه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختار له، ويعرف شعبة ده ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث، يعرف الاف مؤلفة من الاحاديث، فاختار حاجة تناسب الحاكم نصيحة له، فكأنه نصحه من خلال الحديث، وده يدلك على فقه العلماء. فقال له ايه؟ ان الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال، لان الحكام احيانا تعطي اذنها فتسمع نقل الكلام فتؤدي ذلك الى المظالم، ويبقى اذن حاكم اذن، والناس تتقرب اليه بنقل احوال الناس اليه بطريقة الخطأ فيفسد الامور ويظلم. فلا تسأل ماذا قالوا عندما خرجت وماذا قيل في عندما خرج، لا تسأل عن ذلك ايها الحاكم، حتى تلقى الناس وليس في صدرك شيء لأحد. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة، إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال، لأن الإسراف في جانب الحكام بني أمية كان مشهور واشتهر الإسراف في عصره، فنبهه على أن إضاعة المال هذا يكرهه الله. وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكانوا أحيانا يسألوا العلماء أسئلة يعجزوهم حتى يفقدوا ثقة الناس في علمائهم، فنهاهم عن ذلك أيضا، ويسألوا بالأحاجي والفوازير وهذه الأشياء العجيبة، ويجمعوا العلماء بدل ما يستفيدوا بعلمهم يجعلوها قاعدة أحاجي، ده يقول له بيت شعر، والتاني يقول له طب مين اللي قاله، طب ايه وجه الشبه، طب مش عارف ايه، ويبقى حديث يقعدوا ثلاث ساعات وهم محتاجين العظة، ويضيعوه في شوية أحاجي وفوازير وسمر وهذا الكلام. فقال وكثرة السؤال، يبقى هو ايه العلماء هنا مهم جدا انه ينصح بطريقة باللبيد بالإشارة يفهم، فهم؟ وليس بالطريقة المباشرة، لأن الطريقة المباشرة قد تعدي الإنسان المخالف أنه يزداد في غيه ويعاند، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينصح مباشرة، بل يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يوجه الكلام مباشرة لأحد صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن سوقة قال أخبرنا محمد بن عبيد الله الثقفي عن وراد قال كتب المغيرة إلى معاوية: سلام عليكم، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الولد، الوالد هنا جايب الوالد في الرواية دي، ووأد البنات، وكلمة لما يجيب الوالد يبقى أدخل الوالدة معه، فهمت بقى ازاي؟ يعني لما ربنا بيقول ايه وبالوالدين احسانا، لما قال ما قالش بالابوين احسانا، قال بالوالدين احسانا. فشوف بقى فهم النبي للقران، لما ربنا قال بالوالدين احسانا ام حس على الام اكثر من الاب، لان كونه قال بالوالدين دليل على ايه؟ تنويه على ان سبب الولاده، والسبب الظاهر في الولاده الحقيقيه هي الام، كانه رجح جانب الام الوالده على جانب الاب، فاهم؟ لكن لو قال بالابوين احسانا يبقى رجح جانب الابوه، لكن لما قال وبالوالدين احسانا النبي فسرها في الحديث ايه؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك، حتى تنظر دقه فهم النبي صلى الله عليه وسلم للقران، وهو اعلم الخلق بكلام الله وتأويل كلام الله عز وجل. فلما يجي يقول لك هنا حرم عقوق الوالد
يبقى ايه؟ من خلال لفظ ما قالش الاب، حقوق الاب، قال الوالد، يبقى الوالده دخلت معه من باب اولى. هي السبب الاكبر. طبعا السبب الظاهر. لان لما بيخرج الابن من الولد من الاب بيخرج ايه؟ ماء مهين. مش ظاهرة فيه سبب الولادة. لكن الابن بينزل كامل من الام. فظهور الولادة في جانب الام اوضح. فلما يقول ايه؟ عقوق الوالد يعني معناه ان الوالدة من باب اولى. فهم؟ يبقى ذكرت من خلال، ما قالش عقوق الاب. فرق كبير بين الاب والوالد وان كان متفقان في المعنى لكن دلالة اللفظ تختلف. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا هاء ولا هاء ولا وهات. ولا يعني إيه؟ يعني منعا. لا دي بمعنى المنع، يعني يطلب منه النفقة الواجبة أو النصيحة الواجبة فيقول لا، يعني لا يفعلها. فهمت؟ وهات يطلب ما لا يستحق. ونهى عن ثلاث، هنا حرم ونهى، وده استدل بعض العلماء على ان التحريم لا يقتضي، ان النهي لا يقتضي التحريم، لان هناك فرق بين النهي والتحريم. ولكن علماء الاصول قالوا ان النهي لا يقتضي التحريم بقرينة، انما لو لم يكن هناك قرينة صارفة فيصرف على التحريم. واضح؟ لكن النبي هنا نوع في العبارة، حرم ونهى، هذا من باب التنويع في العبارة وليس من باب الاختلاف في المعنى. حتى لا يأتي إنسان يقول لك هو في فرق بين نهى وحرم، يبقى نهى يبقى ده نهي كراهة، وحرم يبقى حرام. فهمت ازاي؟ ممكن واحد يفكر كده. لا. لماذا؟ لأن هناك قرينة أن ما نهى عنه هنا محرم أيضا. فهمت بقى؟ فيبقى دل على أن النبي نوع في العبارة، لأن النبي كان من أبلغ العرب فصاحة، والفصحاء يحبون ان يعني ينوعوا العباره حتى لا يمل السامع من تكرار عباره واحده. وهذا من ايه؟ من اسباب البلاغه عند العرب. فلا ياتي انسان بسبب التنويع في العباره ان يخالف في معنى العبارات، فحرم ونهى بمعنى واحد. طب وليه النبي نوع في العباره صلى الله عليه واله وسلم؟ ان الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، يعني كأن النبي عايز يقول لك ان ربنا حرم ستة، بدل ما يبقوا ستة وتطول عليك فما تحفظهاش، يقوم يقسم الستة تلاتة وتلاتة، يبقى حفظهم سهل، وينوع في العبارة حرم ثلاثة ونهى عن ثلاثة. وده من حسن تأديبه لأمتي وتعليمه لكم صلى الله عليه وسلم. إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث، حرم عقوق الوالد ووأد البنات ولا وهات، ونهى عن ثلاث قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. الحاكم هنا يبقى القاضي يعني، أو المفتي، أو الناصح الذي يجتهد في النصح، أو ولي أمر المسلمين، كل ده يدخل فيها الحاكم، أو رب الأسرة. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن يزيد بن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم عن بسر ابن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإيه؟ الإصابة. أدي الأجرين، أجر الاجتهاد، جهد الاجتهاد، وأجر الإصابة. وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، لأنه لم يصب الحكم. والذي لا يكون له أجر واحد وعند الخطأ إذا توفرت له أسباب الاجتهاد، أما إذا حكم وأخطأ ولم تتوفر له أسباب الاجتهاد فهو آثم،
فلا بد ان تكون متوفره له اسباب الاجتهاد. وعن ابي قال وحدثني اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن ابي عمر كلاهما عن عبد العزيز بن محمد بهذا الاسناد مثله، وزاد في عقب الحديث قال يزيد فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة عن ابي هريرة. وعن ابي قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب سنن الدارمي من مشايخ الامام مسلم قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد عالم مصر قال حدثني يزيد بن عبد الله بن اسامه بن الهادي الليثي بهذا الحديث مثل روايه عبد العزيز بن محمد بالاسنادين جميعا. باب كراهه قضاء القاضي وهو غضبان. وانا في الحديث اجتهد ثم اصاب، فمن ذكر لي ثم لم يذكر الواو مثلا. لان تملي الحكم يحتاج وقت التروي. يعني هو مش يجتهد ومثلا يرسل رايه. اجتهد فحكم فصادف حكمه الاصابه. وفي هناك وقت ايه تروي في التفكير فيجب ثم التي تدل على التراخي حتى لا يتسرع في الحكم. يعني هو ممكن يبقى في احتمال للصواب واحتمال للخطا. طبعا ممكن الانسان يخطئ ويجتهد ويخطئ. الطبيب في الكشف مش ده مجتهد خبير اهو، جاله مريض انا بكتايه انا بكح انا سخنه بتاع، فيشخص مرض يطلع مرضه مش هو ده، لكن هو واخد اسباب الطب ودارس واجتهد وكشف على المريض وبعدين سمى المرض اسم غير مسماه وكتب علاج خطا، يبقى ايه له اجر واحد. فهمت ازاي؟ وعشان كده قالوا الطبيب المشهور بالتطبب لا يضمن، لا يضمن يعني، يعني لو اخطا ما يضمنش طالما هو مشهور لانه لا يتعمد الخطا. فهمت بقى المثال؟ لكن واحد ما اشتهرش بالطب واخطا يضمن لانه ما اشتهرش بالطب لانه ما عندوش وسائل اجتهاد. فاهم؟ مهندس بنى عماره وعاملها على المقاييس المنضبطه عند المهندسين ثم انهارت العماره لا يضمن، لكن مقاول ما يعرفش الهندسه، مقاول انفار وبنى العماره بغير الايه الضوابط الهندسيه المتعارف عليها ثم انهارت يضمن. فهمت بقى؟ فيبقى الانسان الذي يحصل اسباب الاجتهاد اجتهاده هذا يجعله غير ضامن امام البشر وغير ايه؟ آثم امام الله. فان لم يحصل اسباب الاجتهاد يصير ضامن امام البشر آثم عند الله. فهم؟ والتعبير بثم يدل على ان الاجتهاد يحتاج تروي وتأني وطول زمان. باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان. عندما يريد الإنسان بقى في حال اجتهاده ثم يحكم لابد أن يحكم وهو في حالة متوازنة من حالة النفسية وحالة الجسدية، فلا يحكم وهو يفوق للطعام أو ممتلئ من الطعام، ولا يحكم وهو غضبان، ولا يحكم وهو عنده فرح شديد أو حزن شديد أو غم شديد. ما ينفعش، لازم يكون في حالة اتزان نفسي. وعلشان كده العلماء ما حبوش ان المرأة تتولى القضاء، مش علشان المرأة وحشة ابدا، لان المرأة بتمر باطوار في الشهر، الدورة الشهرية قبلها باسبوع بيبقى عندها نوع من الاضطراب غصب عنها طبيعتها كده، وباقي اثناء الدورة الشهرية بتبقى عندها ضعف بسبب خروج النزيف منها، وبعدين اما تكون حامل والحمل ضعف فجعلها تعبانة، او بتكون بمرضع بتربع والرضاعة ايضا تجعلها مراقة لأنها قد تسهر طول الليل ترضع ابنها، ثم ثاني يوم عندها محكمة تحكم، ما نامتش. تحكم إيه بقى؟ فاهم؟ فهي بين رضاع وحمل ونفاس وحيض وتقلبات نفسية مع هذه الأطوار كلها وتربية أولاد، فلا تصلح للقضاء لأن القضاء يحتاج توازن نفسي مستمر ومستقر، فإن كلفناها القضاء نكلفها بأسباب تجعلها تدخل النار. يبقى احنا كده هنوديها في داهيه. فهمت؟ فلما قلنا المراه لا تتولى القضاء مش علشان ذكوريه زي ما بيقولوا الوقت كده، دين ذكوري ابدا، دين رحمه. يولي المناصب لمن يحسنها. فهمت؟ ف
فالقاضي يحتاج ان يكون متوازن نفسيا طول العام، والمرأة في الشهر الواحد تتفاوت حالتها النفسية من اسبوع لاسبوع، فلا تسوى ان تكون قاضية من اجل ذلك. فالقضاء ليس بس قوة عقلية وذهنية فقط، بل ايضا توازن نفسي، فهمت ازاي؟ وعدم ضعف جسدي، لانه برضه لو هو موجوع وعنده الام وعنده امغاص وركب واجعاه وما نامش امبارح، كل ده هيخليه في المحكمة لا يستطيع ان يحكم بصورة طيبة، فهمت بقى؟ وعن ابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي وكتبت له الى عبيد الله بن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. وعن ابي قال وحدث، ومش كده وبس، ولا تحكم في قضية بينك وبين من تحكم عليه كراهة مسبقة او خصام مسبق، كمان لابد ان القاضي ما يبقاش ليه معرفة بالاطراف اللي هيحكم عليه كمان، فما ينفعش نحكم في قضية احد اطرافها ابني او ابويا او عمي، لان غصب عن الانسان بحكم بشريته ينحاز لمن يحب، فلا بد ان القاضي يكون مترفع عن كل اسباب الانحياز، فهمت ازاي؟ فاي حاجه تؤثر على هذا لابد ان يمتنع. يعني انا احد اجدادي كان بيمتحن في كليه الحقوق، كان يحكي لي هذا، فكان هو ابوه ايضا كان قاضي، واللي بيمتحنه صديق ابيه، فاول ما دخل الامتحان يمتحنه وجده هو ابن صديقه، فاعتذر عن امتحانه وقال انا لا استطيع ان امتحنه لاني اعتبره ابني. شوف الترفع وشعورهم، مش الوقت في الجامعه ياخد اسماء القرايب ويختار هو اللي يمتحنهم عشان يديهم الدرجه، فترفع عن امتحاني واعتذر وجاب واحد تاني ما يعرفوش، قال له امتحن، لان انا لو امتحنته مش هعرف عن ازاي امتحن ابني، ما انا هنجحه من غير ما اساله، فهمت بقى المساله؟ فهذه المشاعر كلها كانت موجوده عند الناس اللي كان عندهم ايه؟ عندهم حس ديني وفقهي، وبيعتبر ان وظيفته امانه وليست انتهازيه وتحقيق مصالح. وعن ابي قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم حاء قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي كلاهما عن شعبة حاء قال وحدثنا كريب أبو كريب قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كل هؤلاء عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة. ويدخل بقى في هذا الحديث كمان لا يحكم وهو حاق ولا حاقب ولا حاذق، ما ينفعش القاضي برضو يكون ايه يعني حاق للبول كده برضو او حاذق للبراز ويريد انه يدخل دورة المياه ويحكم وهو قاعد وهو متألم من هذا، لابد ان يبقى ايه في كمال استقراره النفسي والبدني، وبعد كده بقى يتأنى ويحكم. وكل انسان في مهنته قاضي، خد بالك القضاء ليس في المحكمة فقط، الطبيب في عيادته مع مريضه قاضي، يقول له خد العلاج ده او روح المستشفى اعمل عملية، مو ده حكم. فلازم يكون كمان المدرس في الفصل يعدل من الطلبة اللي قدامه ويعلمهم كلهم ويهتم بالضعيف، ولما يجي يصحح الأوراق لازم يقيم الإجابات، قاضي كل واحد قاضي، وإمام المسجد لما يجي يصلي بالناس قاضي، أما يلاقي بعض الضعاف خلفه ما يطولش الصلاة عشان ما يرهقهمش. فكل إنسان في بيت، والمرأة في تربيتها لأولادها قاضية لابد أن تعدل بين الأولاد، والأب مع أولاده قاضي لابد أن يعدل بين أولاده،
وما تفتكرش ان الاحكام دي متعلقة بالمحكمة بس، لا، ده متعلقة بكل انسان فيما اولاه الله عليه وولاه الله عليه. فهم؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المرأة في بيت زوجها راعي، والخازن على مال سيده راع، والرب والاب في بيته راع، وحاكم المسلمين على 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 رعيته راع، كلهم مسؤول عن رعيته. فديننا دين عظيم لم يترك انسان الا وكلفه، كل على قدر الدائره التي ولاه الله عليه، فقد تضيق الدائره وتتسع، ولكن الكل مكلف امام الله. مش واحد بقى يجي يسمع الحديث يقول لك الحمد لله ان انا مش قاضي، وهو اصلا مهندس، واخد بالك ازاي، او محامي او طبيب او محاسب، لا، كلك قاضي، انت في وظيفتك قاضي، لابد ان تعدل فيه وان تحكم بالحق. باب نقض الاحكام الباطلة ورد محدثات الامور. وعن ابي قال حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعبد الله بن عون الهلالي جميعا عن ابراهيم بن سعد، قال ابن الصباح حدثنا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابي عن القاسم ابن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا قاعدة عظيمة من قواعد الدين، هذا الحديث من القواعد العظيمة لقواعد الدين القويم. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولكونه حديث عظيم جعله الامام النووي في الاربعين النووية، حيث انه اشترط على نفسه ان يأتي بقواعد الدين في سورة احاديث، فجعله من ضمن الاربعين، فهو قاعدة عظيمة من قواعد الدين تدلك على ان اي امر محدث يعني ليس له سابق في المسلمين لابد ان ترده الى اصل من اصول الدين، فان كان يرد الى اصل مطلوب فهو مطلوب، وإن كان إلى أصل مباح فهو مباح، وإن كان إلى أصل محرم فهو محرم، وإن كان إلى أصل مكروه فهو مكروه. فلا بد أن يكون كل أمر محدث معتبر إذا كان له أصل في الدين، وغير معتبر إن لم يكن له أصل في الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا يقيد ويشرح حديث كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالمحدثة البدعة الضلالة هي التي لا أصل لها في الدين، أو أصلها في الدين دل على تحريمه وعدم اعتباره، واضح؟ فلا بد أن ترد أي أمر محدث إلى أصل معين من الدين. هل الدين أراد ذلك؟ هل يحقق مقصد من مقاصد الشرع ولا يناقض مقصد من مقاصد الشرع؟ فإن ناقض مقصد من مقاصد الشرع يبقى ليس منه فهو رد مردود، وإن كان يحقق مقصد من مقاصد الشرع فهو منه فهو مطلوب. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا عن أبي عامر قال عبد حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري عن سعد بن إبراهيم قال سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد. ثم قال أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طب ليه هو خلى الوصية بدل ما تبقى ثلث كل مسكن على حدة؟ لأن هتؤدي هذه الوصية إلى الإضرار بالورثة، فقال نعدل الوصية بطريقة لا ضرر فيها، فنجمع التلت من كل مسكن نخليه كله في مسكن واحد، ثم نعطي الورثة إرث خالص فلا نضرهم بالشركة لأن الشركة فيها نوع ضرر. فهمت؟ يبقى إيه؟ يبقى الوصية هنا أدت إلى مناقضة لأمر الشرع الشريف، وهو إيه؟ نفي الضرر، الضرر يزال، وصيته لو نفذناها تؤدي الى الضرر. فهمت ازاي؟ والوصية دي امر محدث هو استحدثه، فام ايه رده الى ما يحقق مقصد الشرع ويحقق ايضا مقصد الموصي. فهمت بقى المسألة؟ ادي عشان كده استدل بالحديث في القضية دي.
ده سبب قصة سبب ورود الحديث في المسألة دي من هذا الطريق، من هذا الطريق، طريق القاسم بن محمد. ما هو القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة السبعة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، كان فقيه كبير، وكان ترد إليه المسائل وكان يحكم فيها. فهو بقى لما وردت إليه هذه المسألة إن رجل مات وأوصى وله ثلاثة دور، أوصى بسدس كل دار، عايز يحكم في القضية دي، فتذكر هو الحديث ده، لأن الوصية دي تؤدي إلى الإضرار بالورثة بهذه الصورة، فردها إلى طريقة تحقق مقصد الوصي، وهو إيه؟ إنه يحقق وصيته وفي نفس الوقت لا يضر بالورثة، فاهم؟ فجمع التلت من كل دار جعلها في دار واحدة، ويبقى الدار دي تعلق بها الوصية، خرجت عن التركة وصارت دورين التانيين هي الإرث، فهمت إزاي؟ حتى لا يضر بالورثة. باب بيان خبر الشهود، باب بيان خير الشهود. وعنه بي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول برضه في حديث ثانية بيزم اللي يشهد دون أن يستشهد، فكيف نجمع بين الحديثين؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإنسان أن يشهد قبل أن يستشهد، وقال أن من علامات القيامة ضياع الأمانة ويشهدون دون أن يستشهدوا، يعني يتطوع بالشهادة. النهي عن الشهادة إذا كانت شهادة بغير حق أو لم تطلب منه أو بغير ضرورة، يبقى ده منهي عنه. يشهد بغير حقك شهادة زور، أو يشهد دون أن يطلب منه الشهادة، أو يشهد ولا يحتاج لشهادته، فيبقى شغل القاضي بلا داعي، فهمت؟ يبقى ده منهي عنه. طب وخير الشهادة إذا شهد في الحق وكان لا يوجد شهود غيره، فإن لم يشهد يضيع الحق، يبقى في حال هذه يبقى خير الشهود هو من شهد. إذا وقع إذا نظر في قضية وجد أنه لا يوجد شاهد غيره وأن شهادته تجعل الحق يعود لأهله، فعليه أن يشهد دون أن يستشهد، لأن مقصد الشرع إيه؟ ألا تضيع الحقوق وألا تقع المظالم بين العباد، فهو بشهادته يحقق مقصد الشرع. أما شاهد الزور فيفعل عكس مراد الشارع، وهو إيه؟ تضليل القاضي وضياع حقوق الخلق. فإذا شهد شهادة زور يبقى إيه؟ بئس الشهادة، فهم؟ وإذا شهد شهادة حق وكانت هذه الشهادة لا تؤدى إلا من قبله حيث أنه يحتاج لشهادته، ففي هذه الحالة يبقى خير الشهود. باب بيان اختلاف المجتهدين. وعنه به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني شبابة قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما امرأتان معهما ابناهما جاء الذئب فذهب بابن إحداهما فقالت هذه لصاحبتها إنما ذهب بابنك أنت، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكم إلى داود. القضية في عصر سيدنا داود ومعاه ابن سيدنا سليمان، والاثنين انبياء وملوك وقضاء، فعرضت القضية على سيدنا داود، امرأتين كل واحدة معها ابنها، حطوا الولدين وانشغلوا في امر ما، جاء ذئب اكل ابن احدهم، فواحدة خدت الواد لان ايه خايفة لحسن تروح تواجه جوزها، الواد ضاع يموتها، فراح واخد الولد اللي هو مش ابنها وقالت هو ابني، تانيا قال لا ده ابني، الذئب اخد ابنك انت، فتخاصم على ايه؟ على حضانة الولد الباقي، حصل خصام بينهم، فقالت قضية، راحوا لسيدنا ايه؟ داود، فتحاكمت إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبر، دخلوا على سيدنا داود مفيش بينة لأحدهم، والكبرى هي اللي شايلة الولد. فولد الحيازة، فالحيازة تقوي قرينة تقوي المسألة، فاللي حايز الشيء
دي قرينة تدل على انه هو الذي يملكه. فلما دخلت الكبرى تحمل الصبي وليس هناك بينة لأحدهما على الأخرى، فحكم بالحيازة، فحكم به للكبرى. كويس. سيدنا سليمان قاعد حاضر الحكم عشان تعرف انه ممكن المجتهدين يختلفوا والاثنين معصومين انبياء، يبقى ممكن يحصل خلاف في الفروع مع كمال العصمة، وهذا يبين الخلاف المذهبي جائز شرعا، لان اذا كانوا المعصومين يختلفوا في الفروع وهم الانبياء، فما بالك بالمجتهدين وهم ليسوا انبياء، يختلفوا من باب اولى ويكون خلافهم مقبول. فقضى به للكبرى فخرجتا على سليمان ابن داود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما. يبقى هو ما قضاش سيدنا سليمان على قضاء ابيه الا لما عرضت عليه القضيه، فيجوز للخصوم ان هم يطلبوا قاضي اخر، يطلبوا قاضي اخر يجوز، وعشان كده سيدنا سليمان ما حكمش الا لما عرضت عليه القضيه مره اخرى، يبقى يجوز للخصوم ان يغيروا القاضي. فهمت ازاي؟ فلما خرجوا لقوا سيدنا سليمان قاعد فعرضوا عليه القضيه مره اخرى، دليل ان هم لم يكتفوا بالحكم الاول، زي الوقت يقول لك ايه نقض واستئناف وحاجات منه. فهمت ازاي؟ فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشق بينكما. سيدنا سليمان عايز يعمل حيله، يطلع من خلال هذه الحيله قرينه، ويطلع من هذه القرينه بينه، ثم يحكم بالبينه. يبقى سيدنا داود اجتهد وحكم بالحيازه، وسيدنا سليمان اراد ان يحصل على البينه فاحتال للحصول على البينه. فهمت بقى المساله؟ دي وجهه نظر، دي طريقه في الحكم ودي طريقه في الحكم، والاثنين شو. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما، يعني ربنا ايه؟ مدح الاثنين، قال وكلا اتينا حكما وعلما، وفي نفس الوقت فهمناها سليمان، فدل على ان الحق واحد والمجتهد غير آثم. على مذهب من قال ان الحق واحد وليس ايه متعدد. فهمت؟ وفي مذهب تاني عند الاصول في الفروع ان كل مجتهد مصيب، وفي مذهب المقابل له المصيب واحد ولكنه غير معلوم والاسم مرفوع عن المخطئ، وفيها مناقشات، والراجح ان المصيب واحد عند الشافعية ومن وافقه. فالمهم هنا سيدنا سليمان ايه؟ اراد ان يعمل حيلة يخرج منها قرينة، يستنبط من القرينة بينة فيحكم بالبينة، هو ما حكمش بالحيلة. فهمت ازاي؟ لان لا يجوز للقاضي ان يحكم بالاحتيال، الحكم يحكم ايه؟ بالبينة. البينة شهود او اقرار، ادي البينة شهود او ايه؟ او اقرار. فهمت بقى؟ خد بالك لان قل من نبه على الكلام الدقيق اللي في ايه في القضيه دي في الحديث بهذه الطريقه. خد بالك الكلام اللي بقوله لك ده كلام يعني ثمين، مش هتعرف قيمته الا لما تقرا ما قيل في هذه الاحاديث في التفاسير الاخرى اللي لم تتناوله بهذه الطريقه. فاخبرتاه فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما. هو دي حيله طبعا، هو سيدنا سليمان عارف ان شفقة المرأة بابنها عظيمة، فلو هددهم انه هيقتله اللي هتبكي وتتروع اشد هي امه الحقيقية. بسبب ايه؟ بسبب شفقتها الزائدة. والتانية هتبقى ايه؟ مش هتتروع قوي، لان هي تريد ان تشاركها في المصيبة، لان المصيبة لما تعم تهون. فهمت بقى ازاي؟ فهو لو سيدنا سليمان استغل الطبيعة البشرية كحيلة يستخرج منها قرينة من الأم. فهم؟ الطبيعة البشرية أن الأم الحقيقية عندها شفقة شديدة بابنها، لدرجة أنها لو كان يتعرض للموت إذا آل إليها
ويحفظ حياته ان كان بعيد عنها، تختار انه يبعد عنها ويبقى حي. شفقتها تقول لها كده. فهمت بقى ازاي؟ فسيدنا سليمان استغل هذه الطبيعه البشريه واراد ان يحتل بها للوصول الى قرينه توصله الى بينه. فهمت؟ فقال ائتوني بالسكين اشقه بينكما. فقالت الصغرى لا يرحمك الله، هو ابنها انا مش عايزاه. والثانيه ما اتكلمتش. فلما وجد الايه الصغرى هي اشد خوفا على هذا الابن، عرف انه ابنها، دي قرينه بس لسه ما يقدرش يحكم بهذا. فاقرت الكبرى انه ليس ابنها. فهمت ازاي؟ فلما اقرت الكبرى حكم بالقرينه. حكم بايه؟ بالبينه، ولم يحكم بالقرينه. فهمت بقى؟ يعني هو عمل لهم تمثيليه كده حيله عشان يستخرج قرينه الايه؟ البينه، من خلال ايه؟ القرائن. فهمت بقى ازاي؟ وده يدلك على جواز فعل ذلك للقاضي. ولو كان في العصر الحالي هل يجوز ان هو يعمل كده؟ زي انت شفت فيلم الاستاذه فاطمه بتاع فاتن حمامه ومش عارف ايه، ده فيلم كنا بنشوفه واحنا اطفال صغيرين. لا يعني كنتوا شفتوه انتوا؟ يجوز ان القاضي يطلب التحليل بعد. طيب كل الناس شايفاه ما عدا الماليزيين بس. حكم في القضيه يعني عمل قرائن كثيره وحيل كثيره، عمل حيله الاستاذه فاطمه عشان من خلال هذه الحيله يحصل اقرار، فاقرت في الاخر الست ان هي اللي قتلت. فهمت بقى؟ صح ولا لا؟ يبقى الحيله تؤدي الى القرينة، والقرينة تؤدي إلى البينة، ثم يحكم القاضي في الآخر بالبينة مش بالإيه؟ مش بس في العصر اللي احنا فيه يجوز للقاضي إن هو يأخذ بتحليل الأطباء الدي إن إيه أو حاجة زي كده؟ أما دي اسمها بينات، دي بينة، دي شهادة. اللي أنت بتقوله دي إن إيه وغيره دي اسمها شهادة، شهادة الطبيب شهادة. ما هو البينة شهادة أو إقرار. دي مسألة تانية، احنا مش بنتكلم على دي. أنت دخلت بقضية تانية. فخلينا احنا هنا في مع سيدنا سليمان. طب ازاي يحط الله هو ابنها؟ الصغرى ولا الكبرى؟ الصغرى قالت يا ما هو اختصار الحديث مختصر. طب اللي خلينا نقر نعرفه ازاي؟ انه لا يجوز، لا يجوز الحكم ايه بايه؟ بالقرائن. وسيدنا سليمان ربنا ايه اثنى عليه وقال وكلا اتيناه حكما وعلما. والحكم مقتضيات الحكم لا يحكم الا بالبينه. فمع الايه مع القواعد دي نعرف ان الكبيره اقرت بعد هذه الحادثه. فهمت ازاي؟ بس لما انت تجمع الايات علشان تفهم. لان لو قلنا ان الحكم مشي كده هنقول ان سيدنا سليمان كده ظالم، لان لا يجوز للقاضي ان يحكم بايه؟ بالقرينه. وسيدنا سليمان حكم بالقرينه واخذ ولم يحكم بالحيازه، والحيازه قويه. فهمت ازاي؟ فكيف يمنع الحكم بالحيازه التي حكم بها ابيه ويكتفي بالقرينه اللي هي اقل من الحيازه؟ وبعدين ربنا يثني عليه ففهمنا سليمان، فلا بد ان يكون اقرت الكبيره بعدها، وان النبي لم يذكر ذلك اكتفاء واختصارا. شفت بقى طريقة الفهم؟ وإلا لو فهمتها بغير هذه الطريقة هتخلي حكم سيدنا سليمان خطأ، والله أثنى على حكم سليمان. فهمت إزاي؟ هو سيدي ممكن يقول إن منسوخ الحكم بالقرائن منسوخ؟ ما هو في قالوا كتير، قالوا ده حكم من قبلنا وشرع من قبلنا، لكن أنا لا أقول بذلك. لماذا؟ لأن الأنبياء يعني إيه؟ معصومين. وربنا جعلهم حكام. واخد بالك ازاي؟ وطريقة الحكم القضائي عند كل الأمم هي هي، لأن الوصول للحق والعدل. فالعدل لا ينسخ فيه شيء. الحق واحد. مش فهمتني بس؟ وسائل العدل واحدة. فهمتني بقى ازاي؟ لكن قالوا الكلام اللي قالوه، ممكن أتقال كتير. لكن المشكلة إنك أنت لازم تقول تفسير يستقيم على كل قواعد الشرع. ما يستقيمش على قاعدة وإيه ويناقض قاعدة أخرى. فهمتني بقى ازاي؟ فقالت الصغرى لا يرحمك لا يرحمك الله، لا دي يعني لا تقتل، يرحمك الله اسلوب دعائي.
مش لا يرحمك الله ده لا ليه؟ لا وقريتها كده لا يرحمك الله يعني معناها بتدعي عليه. فهمت ازاي؟ اوعى تقراها كده. لكن هي تقول لا يعني لا تقتله، يرحمك الله بتدعي له. فهمت بقى ازاي؟ فلازم تعمل فاصل وتضم ايه؟ الميم، والا هتغير المعنى. لا يقراها مولانا لا يرحمك الله اللي يقرا عليه. اه طبعا هياخد، مش هياخد باله. لا يرحمك الله هو ابنها فقضى به للصغرى. هنكتب كده بعدما اقرت الكبيره، وهذا على سبيل الاختصار والاكتفاء للعلم بان الحكم لا يكون بالقرائن ولكن يكون بالبينه، والبينه هنا لابد ان تكون اقرار لعدم وجود شهود. فهمت بقى ازاي؟ قال ابو هريره: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية. النبي بيقول إيه سكين؟ أبو هريرة عربي بقى إيه من اليمن، يقول أنا ما أعرفش أول مرة أسمع إن يقولوا على المدية سكين، حاجة غريبة أوي، أول مرة يسمع اللفظة دي يعني. واخد بس؟ يعني النبي كانت لغته كبيرة، وسيدنا أبو هريرة لغته في اللغة العربية بالنسبة للنبي نقطة بأول السطر. وسموها المدية ليه؟ لأنها تقطع مدى الحياة. سموها مدية لأنها تقطع مدى الحياة. فهمت ازاي؟ ادي أصل المدية. وعن أبي قال: وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثني حفص يعني ابن ميسرة الصنعاني عن موسى بن عقبة حاء قال وحدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن محمد بن عجلان جميعا عن أبي الزناد بهذا الإسناد مثل معنى حديث ورقاء. باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين، وهذا الباب الأخير في هذه الكتاب. يستحب أن الحاكم قبل أن يحكم في القضية أن يجعل هناك تنازل عن الخصام، يعني يحاول يعمل مسألة إصلاح الأول، يعني ينهي الخصومة بالإصلاح مش بالحكم. يبقى واجبات الحاكم الأول أنه ينهي الخصومة بإيه؟ بالصلح، والصلح خير. فإن لم يفصل للصلح يبقى ياتي الى قضيه اخرى وهو الحكم القضائي وهو الزام. زي مولانا كده عفى الله عنك لما اذنت له قدم. لا دي قضيه ثانيه. دي قضيه ثانيه، دي عايزه قاعده بقى، ما تدخلنيش في القضيه. باب استحباب اصلاح الحاكم بين الخصمين. هو ربنا بيقول الصلح خير. مش كده؟ يبقى احسن من التقاضي. يبقى الصلح خير من التقاضي. مش كده برضه؟ لكن لو لم يوجد اصلاح يبقى معناه ان القضاء خطوه ثانيه بعد الصلح، فلا بد ان تمر الاول بمحاوله الاصلاح قبل التقاضي. واضح؟ وعن ابي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل عقار، العقار اللي هو ما يمتلك وغير منقول، كل ما يملك وهو غير منقول يسمى عقار، كأرض أو بيت. يبقى العقار هو كل ما يملك غير منقول. طب إيه اللي سموه عقار؟ أصل العقار جاية من الإيه؟ من العقر. يقول جلست في عقر داري، يعني في أصل داري. فلما كان العقار غير منقول فصار اصلا فسمي عقارا. دي اصول في اللغه تعرفها. فهمت؟ يبقى العقار لانه اصل لكونه غير منقول فسمي ايه؟ عقار نسبه للعقر، والعقر هو الاصل. تقول جلست في عقر داري، يعني في اصل داري. فهمت بقى؟ هنا اشترى رجل من رجل عقارا، يعني يمكن حتة أرض ولا بيت ولا حاجة، كويس؟ فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. الرجل دخل البيت بيحفر فيه، لقى فيها جرة ذهب. فقال أنا اشتريت العقار ما اشتريتش الجرة. فخد الجرة دي وعايز يرجعها للراجل. طبعا دي نوعيات بقى إيه؟ أولياء. ولي بيشتري من ولي. فاهم؟ ها؟ عدى الأولياء كمان. أيوه. لا ما يعديش، ما الاولياء دول هم دول الخلاصه، بس الاولياء برضه درجات يعني. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. ف
فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي شرى الأرض، شرى يعني إيه؟ بيع. شرى هنا يعني بيع. فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. قال له: لا، مش عايز الذهب، أنا بيع لك الأرض واللي فيها. فهم؟ فمش من شدة أمانتهم هو مش عايز يستحل، لأنه كانوا بيشتروا زمان بالدينار، والدينار وهنا في ذهب لابد في الذهب التماثل التقابل والحلول، ولا وقع في الربا. فهمت بقى؟ فالراجل ده فقيه خايف يقع في الربا. فهمت؟ لأنه اداله ذهب وخد مكانه ذهب أكتر منه في الجرة، وخد العقار بلا مقابل. فبقى كده في نظره البيعة دي مش ماشية، يقع فيها الربا ويقع فيها الغبن، فهي بين الربا والظلم. فهمت بقى المسألة؟ فقال لك: لا يا سيدي، خد الذهب بتاعي. لا، مش حقه. طب انا مش عايز العقار، انا بعت لك خلاص، والبيع نافذ. اتخانقوا مع بعض، فراحوا عملوها قضية عند القاضي. فهمت ازاي؟ راحوا للقاضي فتحكم الى رجل، فقال الذي تحكم اليه: ألكما ولد؟ ام ايه؟ راحوا الواحد حكيم كده قبل ما يروح للقاضي، راحوا الراجل حكيم عنده حكم، حكوا له القصة. فقال احدهما: لي غلام. وقال الاخر: لي جارية. قال: انكحوا الغلام الجارية وانفقوا على انفسكما منه وتصدقوا. بس زهر، حللهم الاشكال. ده عنده ولد والتاني عنده بنت، قال لهم جوزوهم لبعض وادوهم جرة الدهب دي انفقوا على انفسهم منه. فهمت ازاي؟ وحللهم الاشكال. يبقى الصلح خير. والله تعالى اعلى واعلم. ونقف عند هذا الحد. غدا كتاب اللقطة، وفيه 6 أبواب. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.